قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إن هناك أولوية لدى المجر في تعميق العلاقات مع مصر على شتى المستويات. وأضاف رئيس وزراء المجر أن المفاوضات ساهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة، حيث إن المجر سوف تقوم بشراء الغاز المسال من مصر بداية 2026. أجرينا مفاوضات رائعة في العلاقات الثنائية، وهناك أيضا منتدى رجال أعمال يشارك فيه شركات مجرية ومصرية 86 شركة، وهذا يشير إلى قوة العلاقة بين البلدين. وكذلك سنستطيع أن نشكل تعاون في مجال الطاقة النووية. نحن للأسف يجب علينا أن نغطي طاقتنا عن طريق استيراد الطاقة، ونجد حلا مع جمهورية مصر العربية أنه بعد 2026 سوف نستطيع شراء الغاز المسيل من عندكم. وكذلك نحن سعداء لأن نقول لكم سيكون هناك تعاون في مجال الصناعة، وأقول لكم أن لن نبيعكم فقط منتجات، ولا لكننا سنأتي إلى هنا لتشكيل شركات مجرية مصرية مشتركة، ونصنع هنا في مصر، ونوطن صناعة منتجات رائعة وممتازة في مصر ذات مستوى عالي.